قناة القيامة تقدم. بياع شاطر فإذا الزوج أيضا هو سبب دخول الجنة للزوجة. طبعا لو اتجوزت طفلة صغيرة لسه ما بلغتش ممكن تمارس الجنس معاها، تطلقها لو انت مش عاجبك الجنس بتاعها. ايه؟ بس انا معرفش اقرا. اقرا بس انا معرفش اقرا. والا هنبقى احنا الاتنين في مشكلة كبيرة. طيب حاولي كده. اقرا. بالله عايز 5 رضعات مشبعات. اذا كان زميلها وقاعدين وشهم في وش بعض بتقفل عليهم باب فيقول لها بص احنا عايزين نبقى اخوات اديني 5. ده شرعي. اتهام المرأة بأنها ناقصة عقل ليس تكريما لها. لا يوجد في العالم دين فعل هذا الا الاسلام. في واحد مزاجه عنب وقال لها ما تجيبي رضعة وخلاص، ده الاسلام كده بيسمح ببيع نساء. تنزل السوق زي ما كانوا بيعملوا في افلام جارية رومانية مش عارف ايه وتطلع الكيس كده وترمي ولا كذاب. حلال حلال الاسلام لم يحرم من الرقم. من 14 سنة أو 13 سنة ويخرج منها هذا. بالرياضات المعاصرة خصوصا النسائية كشف العورات. اعتبار المرأة مما ملكت اليمين ليس تكريما لها. ملابس النساء في الأولمبياد من أسوأ الملابس. ثلاثة تفسد الصلاة: المرأة، الكلب الأسود، والحمار. فقال لها لا اهلموا نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، وقد أحله الله لي. كانوا لسه المسلمين مش لاقين ياكلوا يا جماعة، أول مرة يلاقوا ياكلوا بعد فتح خيبر، أول مرة يشبعوا لغاية ما يتأثر كل جنود اليهود وتصبى كل نساء اليهود. التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. هذا يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. مستغرب ليه؟ مستغرب ليه؟ لا انا بسأل. ولا انت بتتهم الصحابة من كانوا زواني؟ ما هو الصحابة كانوا كده. محمد ذات نفسه اللي هم عاملين عليه رسول، هو نزل عمل حاجتين اثنين، نزل للنساء وللأسد. يا رب. هي عندها لبن بلين يا حشر. ما نعرف الموضوع ده خلص. مفيش لبن، ما هو هيجنني، ما قطع السرسوب يعني. لا أن تظهر النحر ولا أن تظهر الشعر ولا أن تظهر أيضا بالمكياج وبالمزينات. من هؤلاء الذين يقررون لي ماذا يجب أن أكون عليه؟ لماذا تعاملوني كسيدة أدم ناقصة الهوية وهنالك دائما صوتا ذكوريا يقرر لي ما يجب أن أكون عليه؟ وأنتم من تخوفون الناس بجهنم فجلبتموها لهم على الأرض، منعتم العقل من أن يتحرك ومن أن يفكر ومن أن يقارن ومن أن يختار. سيدي نعم، نحن مغسولة أدمغتنا يوميا من خلال المدارس، من خلال مدارس تحفيظ القرآن. كفانا تلقيا كالببغاءات. نعم نحن مغسولة أدمغتنا.